قاعات وفي كل وقت غادي معاك برشا 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 تنقول للمستمعين تما برشا برشا عليهم كاملين ويرتاحوا معانا وراه كيما هضرنا معهم في الاسبوع اللي فات قلنا لهم يتواصلوا معانا ولا عندها شي مشكل مرحبا بها خصوصا دابا في هذا الاسبوع غادي نهضروا على المشكل ديال الرجلين يقولوا لنا اللي عندهم شي وصفات تما تقليديه قديمه كانوا كيديروها ولا شي حويجات يهضروا معانا ويتواصلوا معانا ويصحوا لينا شويه عندنا سؤال يلا هو الاول بالي طرحوا عليك سؤال بسم الله هي الاول يلا نطرحوا عليه سؤال يلا زين قال لك ما معنى برشا 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 هي بزاف اي هوي انتوا حيرتوا انتوا مفتاح حي واش انتوما حيرتوا دابا في خويا فتاح راه جاي له ضاير برشا كاع النقيم واحد صديقه معنا في المجموعه ومتدربه معايا وتصور كتقول لي وراك شايب ونايب نقول لها اش من شايب ونايب كتقول لي كتعرف الغريب ديال العيال تعرفهم انت وراه خدمتي في الاول وفي الاخر راه مع العيالات اغلب صافي كيخدم بهم راه النص تقريبا واخدو مع العيالات اللي كبار ماشي كبار مني انا واكبر من الوالده خليتي علم الجدات ديما كنقلب هذه القضيه ديال شوف علم الجدات كنسمو حنا علم الامهات وعلم الجدات هذا مروج شعبي ما يفرط فيه حتى واحد واخا ما يقولوا اللي يقولوا واخا ينبعوا عباد الله من الاعشاب ولا من هك من هك كيبقى واحد الوصفات ديال الجدات وعلم الامهات ما كيتبدلش دائما كيبقى في المروج الشعبي راه كيتورث من الام لبنتها لبنت بنتها حتى كيوصل لينا حنا توصلني حنا الرجال اللي خدمنا عليه واثرنا عقلتي باش كنا درنا واحد الحلقه على الثقله فيها عجائب غرائب وخديت منها عرفتي الثقله ما بين ديال الشمال وديال الجنوب وديال الصحراء وديال الدكاله وديال الشاويه وديال الورديقه كلها اجدت انا حاوت ما امكن حطيتها قدامي وكنحيد الحوايج اللي زوينه وصحيه كنخليها والحوايج اللي مشكوك فيها كنطرفها كنقلب في الطبيعه وكنقلب في الاعشاب وفي المروج الشعبي على الحوايج اللي كتخدم باغاليل معها ولكن بصفه امنه هي في سميتها الثقله المغربيه ما نقولها ثقله فاسيه لا ثقله دكاليه لا نفقه دكاليه لا هذه لا بيضاويه لا الحريزيه لا والو سميتها ثقله مغربيه كدار من لا دروات لا غوش ومعقمه صوبر ان شاء الله باذن الله غنديروا وقيت وغنعاودوا عليهم حيت هي طويله وطويله ونحاول ما امكن نديروا فيها في هذا الصيف هذه الثقله ديال الجسم وبلاتي هذيك الدار امتى قدام مورا الحمام علاش حيت سميتها الثقله الثقله والتبريمه هما جوج حوايج كداروا الجسم كلهم في الحمام غير وحده كدار قبل الحمام وحده كدار مورا الحمام التبريمه ماخوذه من سميتها سميتها فوق من التبريمه علاش من اجل الحكان كنحيدوا حتى يكون وسخ وداك الشيء كنبرموا كنحيدوا كنديروها اش كيوقع كترطب لنا الجلده باش يكون تنعيم زائد ارناز السقله السقله شي كلمه السقله كتسقل والسقله اللي كتكون كتكون على برا يعني اخر حاجه ملي كتبغي تخرج لياتي والغزالات ديالي والعيالات ديالنا من الحمام كدير السقله 10 دقائق وكتشل بالماء ما كتشدير من وراها لا صابون لا والو نوض بحالاتها كتخرج لبس حويجاتها ريحه العطور ريحه العشوب ريحه الاقامه وديك التخليطه كامله راه ان شاء الله باذن الله نديروا نهير ديالها ونهضروا عليها كتعطي واحد الفائده زوينه خصوصا توحيد اللون زائد ترطيب الجلده زائد ازاله البتور والتشققات زائد كتخلي واحد الريحه ديال العشوب وديال العطور انت كتبان عليها انت كتلبس حويجاتها وتمشي للدار وتجلس وتعمر كويزيلاتي وكذا كيجي الزوج والوليدات حتى يجلسوا كتطلع ديك الريحه ديال العشوب كتجي غريبه عجيبه مع دابا خالد ديال الاعشاب ملي كيتجمعوا راه كيعطينا واحد الحاجه كتفلت لينا حاجه زوينه كما قلت لك مره على الروائح والعطور راه اللي كيغلي الريحه ماشي مكون ديالها الاغلب مكونات رخيص وموجود ولكن دابا جبتيهم علينا دابا غيبداو يجيو طلبات كثير عافاك والله تب فرحات علينا حنا غنبداو معاهم من الكحول السواك للسقلات التبريمه وحنا عاطين حتى اللومبر ديال البحر ديال الصيف ان شاء الله باذن الله يلا بقاو دابا في الرجيلات الرجيلات البارح عطينا وصفه زوينه وساهله ومكونات اللي جمعناها كامله 5 درهم في المكونات اش فيها فيها الحلبه وفيها الحامض وفيها الملح الحيه راه قلنا لهم اش غيديروا غنديروا التدابير قلنا البارح ولكن طريقه الاستخدام ديالها ما قلناهاش كانوا عندنا مكالمات عندنا الا الحلبه كناخذوا حلبه كمشه بيد وحده كنديروها في كاسرونه كبيره ومن الاحسن تكون اينوكس او لا كوكوط او لا شي قميله كبيره ولا شي طنجره كبيره كنديروا فيها جيطرو ديال الماء وحفنه ديال الحلبه بيد وحده كنحطوها فيها واش كنشعلوا على البوطه وكنخليوها ملي بدات تغلي كنزيد ونخليوها تغلي شويه طبخ حتى اللون ديال الماء يبان لنا بدا يغمق شويه عفوا كنطفوا عليها اش كنزيدوها كنزيدوا واحد المعالق كبار ديال الملح الحيه ثلاثه ونحركوا نغطيوها حتى يدفى لينا من يدفاش كنديروا كنجيبوا البانيو ديالنا ولا بالسيله ولا شي جفينه صغيره ولا شي حاجه اللي غنغسلوا فيها ونقعوا فيها الرجلين كنحطوها حدانا وكنجيبوا لا حامضه كنحطوها باغاليل كنقسموا ديك الحوامضه كنقسموها على جوج ومن الاحسن حامضه قد ما كانت كبيره وشبعانه ما مزيانه علاش قد ما كثرنا من الاحماض وكثرنا فيتامين سي وكثرنا عناصر اللي فيها كتنفعنا عفوا وهي هذيك نحطوا ديك الحوامضه نقسموها على جوج
نص نطرفوه ما نحتاجوش دابا تاع نقربوا نكملوا ونصيص نشدوا نقطعوا دي غوندير نخشيو في ذاك البانيو ونخويو عليه الماء والماء يكون مالو دفا اللي فيه الحلبه ماشي سخون علاش الا قاش الاخواني عليه سخون كنعرفوا فيتامين سي هو اول عنصر او الفيتامين كيتبخر مع الحراره زائد الاحماض كيتبخروا من الاولين خصوصا زيوت الطياره لهذا خليو حتى يدفى باش يولي قابل للاستخدام لرجلينا نحطوه في ما يحرقناش زائد نبقاو محافظين على العناصر ديال الحامض ونخويو ديك الكميه ديك البركه الجيترو اللي فيها الحلبه مع ديك الملح الحيه زائد الطونج ديال الحامض ونخشيو رجلاتنا وقلنا لهم عدوا من 10 دقائق حتى ربع ساعه يخشيو رجليهم ما يحكموا والو عاي لعبوا ويديو في رجليهم الى حكم هنا الى حكم هنا ويضحكوا ويتجمعوا ويكتبوا ويديروا اللي بغاو بغات تقرا قران تقرا بغات تفرج في اغاني تفرج دير تحياتها حتى تحس بديك الرجلين رطاب ولا وديك الساعه تخشي يدها غتجبد دوك لي غونديل ديال الحامض وتبدا تلعب بهم في القدم ديالها في القدم تبدا تلعب بهم تحك هنايا وتحط هذاك الغوندي تهز الاخرى وتبدا تلعب بها القدم ديالها وهذيك الساعه تكون مجده حاطه حدا لياتي مولاتي ديال الجدران شنو هي حجر السيري بغيت كرده حجر الصفراء اللي عاد العطار وانا باش ما نوضرهم ما والو راه كاين بزاف حنايا لالا نقولوا ما ديك ديال العطار راه معروفه راه كتباع جمله ب 18 ريال الا مشاو للسوق الجمله مثلا في درب السلطان عندنا حنايا الاربعاء والسبت راه جمله 18 ريال يديو 20 يديو 10 كل واحد في العائله ياخذ وحده ما يخافوا منها ما والو موجوده وزائد انها شنو هو التحفيز بدا كاين هذوك الناس كيصاوبوها الا جيت تشوف ديك الظروف كيخدموا فيها ذوك الحجر وداك الشيء كيصاوبوه راه الناس مساكن على قدهم راه والو راه لا اله الا الله راه هي خدمتهم ما فيها معهم وتعاونوا معهم كيبقى منتوج مغربي هذيك الحجره سيري بغيت لك الرضا انا نقول واحد الكلمه هذيك الحجره ديال جدران ديال العطار ولا ديال دريهم الا مشيتي خارج المغرب على السيده اتصلت بيا سميتها عائشه من ايطاليا قالت لي لا كل شيء عندي داك الشيء قلتي وهذيك الحجره اللي ما كايناش قلت لي اختي ملي كيصيفطوا لك من الناس اللي صيفطوا لك الزميت صيفطوا لك شي وصيفطوا لك واحد 10 الحجرات ما فيها باس قلت لكم فين عقلنا موجوده عندنا راه كيخرجوا ساعه الا فاتوا المطار راه ما بقاوش يلقاوها لهذا راه ياخذوا من الكيلو من رخيصه عباد الله الا مشاو قلت لك يا اما السبت يا اما الاربعاء السوق هنا في درب السلطان 18 ريال جمله ياخذوا منها اللي بغاو مشاو عند العطار ياخذوا بدريهم جدران ماكسيموم كاع وخدامه ليهم وكل واحد في العائله ياخذ حاجه هو بديك الساعه كما قلنا ملي رجلنا طابو معكناهم بهذا لي ترونج ديال الحامض ونجيبوا الحجاره ديالنا غتسوها نخليوها تشرب قولي علاش بغينا تشرب ما بين الحلبه وما بين الماء سخون وما بين سميتو الحامض ترونج ديال الحامض قولي علاش باش هي عاونوها تفرتت لينا علاش غنرجعوا لك الموضوع القديم اللي قلنا في ديك المره الحلقه الاولى شنو هو ملي كنحكوا فيها تخزن لنا في الخلايا ميتة تكردها ما تبقاش دايرين والو تاكل مرجلنا وتا هي كتكال بدليل كتكال وتدوب راه غير جري شوفوا الناس يحط شوفوا انا لا قال لك التجربه ام الاختراع ام الحاجه شنو هو يجيبوا حجره ديك الزرقاء بين قوسين تي 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 هذيك يجيبوها ويجيبوا حجره ديال العطار اللي عندهم شي تكون عندهم في الدار شهر شهرين ويجيبوا هذيك ديال الزرقاء عندهم في الدار 10 واحد ويحطوها في الشميشه ويرجعوا يهزوها يشموا هذه ويشموا هذه انا ما نقول لهم حتى كلمه وردوا عنا يتصلوا بينا ردوا عنا الاخبار هذيك لا راه كتجمع لنا واحد الطبقه ميته ومرتاعه ديال البكتيريا عباد الله وا لا اله الا الله راه الناس اللي كيديروا لك الحجره الزرقاء عباد الله راه اللي فيهم شي افق راه كتعادي من الوليدات الصغار حتى الكبار شي ملي تحك بها وتحطها في الحمام وتشل رجليك وتلبس الصنداله كتحط الصنداله كيجي لبنيه ولا وليدي يهز الصنداله راه هزيتي من هنا لصقتي هنا كتولي العائله كلها يا كزيمه يا طفجي يا تشقق الجسم يا بكتيريا شي حاجه كتولي هذه المصيبه في الرجلين لهذا الحجره نساعدوا دوك هذيك الصناعه التقليديه زائد انها رخيصه زائد انها مساهمه في البيئه بعدا وداخله في الاستدامه كتدخل في البيئه راه حجر كيبقى ماده كلسيه راه عندنا الحمد لله هاد المشاتل ولا سموهم داك الصخور اللي عندنا هنا راه موجوده الخير كيصاوبوا منها الحجره كيصاوبوا منها داك الشاهد ديال القبوره مثلا كيصاوبوا منها دوك الرخامات اللي ماشي رخامات عفوا دوك النافوره ديال الحجار كدا ولا ديكورات سبيع ولا شي حاجه كيصاوبوا بديكورات الناس تحفزوهم وندعمهم صح موجوده موجوده لهذا يجيبوها ويرقدوها في داك البانيو اللي خاشي فيهم رجليهم ويخليوها تشرب لينا مزيان غايقولوا يا غنقدوها راه غتشرب من رجلين الا ديك الملح الحي اللي درنا ماشي معقمة مطهرة واخا وذاك الحامض ماشي أسيد حمض كيطهر ويعقم يقول له احنا عندنا الغرض بهذيك الحجرة تشرب وتشبع لينا مزيان هاي شبعت لينا وهذيك الساعة نهزوها ونقول لهم ماشي حد رجلك لا ولا سيدي ولا مولاي مفلحين بزاف بقى نحك نحك غد اليوم نخرجهم نقيم حد اللي بيبي سمحوا لي الحاجة اللي جات على سنين كتحيد في شهور باش نجيو في الاخر الا جينا نتبعو الا داروا شدوا هذيك الحجره وبقاو فركي ما تفرك فركي ما تفرك ماني ابغى نحيد مشق غنرجعوهم داك المفهوم اللي هضرنا عليه ديال ماليه المبرد راه غيبقى هو
لا لا تحيد بالتدرج. احنا عطيناهم عنصر مرمم واللي كيزيد الخصوبه والاستحلاب شنو هو الحلبه زائد الملح الحيه جفيف وزائد التعقيم الحامض ماده حمضيه كتفسد لينا داك العنصر والحجره الطبيعيه البلديه المغربيه المعروفه راها كدير لنا الازاله بطريقه ناعمه كتاكل لنا من القدم من المشق وكتكال حتى هي ما كتخزنش لنا خلايا الميته ما تخزنش لنا البكتيريا زائد انهم يديروا كطقوس هادو الناس اللي عندهم داكشي مغرق بزاف وحرش بزاف واللي هضرنا عليه البارح اللي بين قوسين كيوصلوا لبيغ دو بيغ اللي يديروها يوميا 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 حيت عرفتي علاش حيت الا داروها مثلا مرات في السيمانه النتيجه غتكون طويله حنا ما نفرحوهم نديروا يوميا نديروا طقس العاود فاش تشد لا تليفون وتفرجي شي مسلسل مكسيكي ولا تركي ولا شي حاجه وقلتي لا تفرجي هذا المسلسل هذاك في قدمك هذاك بركه فيه الكفايه كافي شافي تفرحيتي وفرح وليدك وفرح الزوج ديالك وتكون فرحانه براسك ونكونوا واضحين علاش قلت لهم يوميا خصك بالامور مغرقه اكثر من القياس وغيخدموا معنا شويه ومازال غنعطيهم احنا باقي ما كملناش احنا جلسات بدات تعطي الحجره تفرك الرجيلات عاب شويه عليها اليوم تحيد لنا 1.005% وتحك بشويه بشويه ودير رجلك قدام الاخر الحجرة تقلبها تاني باش تكون ديك الحجرة تكال من هنا ومن هنا تبقى دائما باغالي المتوازية ونحكم القدم الاخر هذه غديرها حنايا لالا سمية بغيناها هذا الاسبوع الاول ديرها يوميا ومن الاسبوع اللي موراه يوم اي يوم لا اسبوع الموراه مرة السيمانة وتمشي عليه ولكن غتبع الطقوس والتدابير بحذافير ديال عباد الله حنا عفوا ما غنطولوش عليهم هذه سهله ماله فيها الحلبه فيها الملح الحيه فيها الحامض فيها المسخون وحجره ديال سيدي مولاي العطار فقط لا غير ارنا دابا اش بقى لينا هي حكات من هنا حكات من هنا شويه شويه ما حيداش المشق حيتها واحد الطبقه اللي تفرتات اللي اصلا تقشفت وماتت غتحيد علاش عندنا احماض عندنا الملح الحيه والملح الحيه درناه هنا واحد القوس نفتحوا علاش حيت ضروري ملي كنخرجوا جينا من الماء خصنا نشفوا ما خصناش يبقى لنا الماء علاش الماء راه مرتاع ديال البكتيريا قلنا هذا دخلنا الملح الحيه من الملحه من بين الحويجات اللي كتدينا احتباس ديال السوائل يعني كتجفف لينا راه الناس كيعرفوا هاد الناس اللي عندهم مشاكل ديال الدوره الدمويه ولا الناس ديال الكلاوي ولا شي راه كلشي كيحيدوا الملحه لا خاصك دير احتباس عفوا احتباس ديال السوائل وحنا في هاد الحاله داك المشق اللي داخل داخلو شبعان ما غيدخل معاه حتى الملحه غيوقع التجفيف هو الاول ينشف فوق وكذا كذا يعني وتاكدوا ان الداخل الشقوق تيرا نشفات هاي ما كملوا بالحجره طرفوها جنب بقاتنا واحد نص حوايم داخليناها فينا ما سولناش عليها واحد نص حامضه فديتيها كرده غنجيبوها غنقسموها على جويجه صافي ديك النص حامضه اللي بقات نقسموها على جوج وغنجلسوا ولا لا خرجنا رجلنا من البانيو باقي فازك تقطر وغنجيبوا ديك الحوايم دا غنشدوا مناسبه في الصحراء راح الماء الحامض يلا غالي بغا يدير شي حاجه قدامي انا المهم هي هذيك نقسموا ديك الحوايم على جوج خرجنا رجلنا من داك الباينيو ونحطها فوق شي تويه ولا زويف ولا شي حاجه ولا سيسليب قديم كنحطو نحطو رجلنا وداك الحوايم قسمنا على داك النص اللي بقى قسمنا على جوج ونديرو قدمنا نقعدوه شويه نديرو قدمنا هو ديك العصاره ديال الحامض وبدا نلعبوا بديك النص داك الحامض داك النص اللي قسمنا على جوج نحكو هنايا ونوصل لاخر نحكو قدام الاخر بقاو هنا تحسوا بيتغرق داك الحامض مزيان ايوا نجيبو الفوطه ديالنا ونشفو مزيان نشفو ديك الفوطه نحاولو ما امكن ديك البلاصه اللي فيها المشق نمعسو تما كنفضو ونضربو ونشفو نخليو شريحه الماء وسالينا حيدنا الماء حيدنا كلشي اش باقي لنا ديك القدم اش بقى في غير الحامض ونسبه من الحيه ونسبه مناش من الحلبه نشفنا ودابا جي لاله مولاتي الترطيب علاش غنديرو هنا هذاك الحفار وداك الشقوق بغينا نسدوهم ندير لهم سونطوفيل نسدوهم باش من بعد ما يدخل لا ماء لا بكتيريا لا طفيليات لا شي حاجه تمرزتنا ولا شي حاجه غندير لهم فازين طبيعيه بلديه ساهله ما لا فيها الشمع رب مناسبه واحد السيده شرات الشمع ديال النحل صورته وصيفطاته ليا قلت لها برافو صحيح ديال النحل راه لونه قهوي وريحته ريحه النحل ريحه العسل ريحه البروبوليس ريحه حبوب اللقاح مخير قالت لي باش نخلطو قلت لها اي زيت عندك في الدار قالت لي هذه زيت ججله قلت لها خلطيه وهنينا سهل مال شرا الطريف قالت لي ب 20 درهم ب 25 درهم بالضبط راه يدير لها عرام ديال الكريم دير للبشره دير اليد دير الرجلين هذا يسولوا عليه راه ما غاليش عباد الله الطرف راه ب 25 درهم راه كافي راه يدير لهم 6 7 مرات ديال يذوبوا يقطعوا على 6 كنا بيديروا طريف يذوبوا ويزيدوا عليه زويته ويحكوا تولي كريم ويديروا في قريعه راه خدام فعال ورجعوا لهم دابا هذا الفازيل اللي غيديروها زويته بلديه حنا باش ما نهربوش بعيدا نغليوش عليهم زيت بلديه كاينه في الدار غنكون كيفطروا بها زويته بلديه تقريبا كاس ديال زيت البلديه ديال العنبه ما يكونش عامر حتى الفم ونحطوه جنب ونجيبوا الشميه ديالنا هذه ديال النحل الا توضروا ما لقاوش وبعاد وما لقاوش فين يجيبوا هذا ورغمضوا عينينا ونديروا راسنا ما شفنا والو نقولوا سيروا للحانوت خذوا شميعه ديال الدرهم هذه في حاله ما لقاوش
ولا داروا شمع على الدرهم يحاولوا ما امكن يزعموا هاد التخليطه هادي بشي ماشي على الزيت البلديه والشمع بوحدو، لا يزعموا بشي حاجه شي قلب ولا شي زويتات اللي تكون رونفورسي زوينه فيها عناصر مغذيه معالجه. علاش باش نصحنا؟ يلا قلنا هذا بس زيت زرع الكتان، زيد الجلجلان، اللوز الحلو، زيت الكوك، زبده الشيا، زيت الجوجوبا، زيت رشيم القمح، زيت الحلبه، زيت القرفه، زيت الزهر، زيت الورد، هادو النعناع الحامض اللي قلنا ذاك النهار اللي في الازير، الزعتر، اي زويته عندنا منكهه هذا نزعموها. علاش؟ حيت عندنا شمع صناعي باش نكون واضحين، حيت الشمع الصناعي ديك الوصيفه نقدروا نزعموها، اما لقاو الشمع ديال النحل ويجيبوه كاين شي مكالمه. كاين معنا فيصل. مرحبا سي فيصل. يلا ناخذ فيصل من كازا. السلام عليكم فيصل. الو الو. السلام عليكم فيصل. مرحبا بخير، شبارك يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا افتح بخير، شبارك. اجي هذا فيصل ديالنا، اجي 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 هذا العطار ديالنا فيصل. انا اخويا قلعتي عرفتي صوت ديالي سبحان الله. فيصل مبروك عليك. فيصل لاباس؟ الله يبارك فيك. ربي يخليك. بخير ربي يخليك. ها سمية معك. مرحبا. كيف سمية؟ الله يبارك فيك. شاد المفاجاه الزوينه اليوم. حيت سمعت افتح كيقول حجره ب 80 سنتيم السعر غالي اخويا. يلا يلا مرحبا. المشكل اللي ولينا كنلقاو، نعم، اي حاجه ملي كتبان سيرتو في مواقع التواصل الاجتماعي الواحد يطلعوا عليها الثمن. صحيح اخويا الثمن بزاف. دابا المطليه شحال هذه كانت كتسبع بجوج دراهم. نعم. اين فوا بانت فوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولات 8 دراهم. نعم. يعني الواحد كي صحيح كيف كنقول لك كيستغل هالطيبوبه ديال الناس. وييه ولا فيصل خويا وماشي هادو. انا واحد مره هضرت على البطاطا حلوه في التجميل وما كاملش مورا 3 ايام تقولوا لا شي ثمن خيالي. ملي جي نسولك قال لك مزيانه من غير التغذيه ودخلوها في التجميل كيطلعوا اي حاجه سمعوها مثلا صحيه الا والثمن ديالها كيطلع. صحيح. حشومه بزاف. وقت هي مثل الويفيرا ملي وصلت 800 درهم عباد الله. يعني اذا حاشاكم مع في الزباله وسمحوا لي بهذا المصطلح هذا، وصلوها 800 درهم. والمشكل اخويا فتح الويفيرا اللي كدوي عليها راه ماشي حتى هي الاوريجينال. وييه وييه. راه كيمشيو حدا شي مقر ولا شي حاجه محطوطه كيطيروها. وييه وييه. حنا علينا داوين. وييه وييه. صحيح. هي الويفيرا راه كتكون كبيره غاده وكتكبر، ماشي وحده اللي كيكون عندها واحد الحجم واحد. صحيح. فهمتيني واخويا اش غادي نقول لك. الله يخليك. ربي يخليك اودي فيصل الله يعطيك الخير. والله العظيم حرام هادشي اللي كيديروا الناس. موضوع رائع وذو شجون صراحه. ديال ملي شي منتوج نهضروا عليه ولا كيدوز في الميديا ولا شي حاجه ودير في بالك 3 ايام 4 ايام والثمن كيدوبل 3 مرات. صحيح فعلا. اي والله يسامحهم. الله يهديهم. الله يهديهم. خويا فيصل بدات الحركه شويه، بدا الاقبال على العطريه، بدات ريحه العيد كبير كتبان. الحمد لله. شوف اختي سمينه، غير واحد الحاجه اللي عجبتني في الناس هي ملي كيجيو عندك وكيولوا كيعرفوا يسولوا على راسهم ولا كيجي كيقلب الخرقوم كيقلب هذه، انت ملي كتشوفو كيدير هكا كتقول فوالا راه ام اف ام وصلات واحد الميساج عطات النتيجه. سير بغيت لك الرضا. وهذا هو الدور اخويا، هذا هو الدور بفضلكم. يعني اكيد ما كتبخلوش علينا بالمعلومه والنصيحه من اسرار المهنه. الواحد ماشي اي واحد غيتقاسمها معك. فالهلا يخطيك. الله والعين ان شاء الله غنبرمجوا حلقه باش تكون حاضر معنا اخويا فيصل باش نتكلموا على العطريه ديال العيد والتحضيرات ياك والخل البلدي ان شاء الله باش نقدوا به. ويلي مجد فتح ياك فيصل. الخل البلدي كاين شي خل دابا موجود؟ او دابا هي نورمالمون الخل البلدي راه كيوجد على 40 يوم. خاصنا غير نعطيو الوصفات ديال الخل البلدي كيفاش كيوجد. صحيح. اما اللي غادي يوجدوا الناس دابا وداك الشيء ديال 15 يوم 20 يوم عندك المروزيه المساخن القامه ديال القديد. صحيح. اي القديد والقامه ديال القديد عاوتاني كتختلف من منطقه لاخرى. صحيح. وغادي نقولوا لهم علاش القدير كيجيكم كحال ما كيجيكمش حمار. اييه صحيح. تفاعل مع الواقع خصوصا الطريقه ديال التخمير ديال القدير والعناصر اللي فيه وزائد الخل البلدي وداك الشيء كتغلغل الداخل. علاش الخل ماده مفتته كيشدنا ديك هذوك الالياف ديال الهبره ديال اللحم ديال الشحم وداك الشيء كيتغلل ليهم ملي كيدخل كيدخل معاه ليقام والعطريه ما كيبقاش التغيير كيبقى بحال التخزين كما كيدوب الهنود الحمر كيفاش كيقدوا اللحم ديالهم بديك الطريقه لا من الاسماك ولا من اللحوم شي حاجه كيبقى اللحم بقى
خي وفخيش وزوين ولونه طبيعي. اما العيره اللي قال كما قال السي فيصل الله يعطيه الرضا على القضيه القديد كيجيك حل وتا في مذاقو كيجي تيجيك حل وما تقلقوش لا لا ان شاء الله باذن الله ما غاديش يبقاو يجيهم صافي ان شاء الله باذن الله مرحبا بك خويا غادي نسقوا شي لقاء باذن الله فيصل خويا ياك على حسب انت التوقيت ديالك وزملاء ديالك وان شاء الله غادي نجاوبوا على كل تساؤلات المستمعين ديالنا من خلال برنامجكم الاسري لالا فاطمه. شكرا على التواصل ديالك خويا فيصل على خطيك وعلى هذه الغيره الزوينه اللي صرحنا ديال بعضياتنا كنصحوا بعضياتنا ونقولوا ردوا البال بصح الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع وشي هاد القضيه اللي كاين صحيحه تنم الفرصه الطلب الكثير يلا وكيتلعب الاسعار كيف بغا دابا ملي كنهضروا دابا هذا الاسبوع دابا غنهضروا هذا الاسبوع الاسم ماجي على الرجلين وعلى الحجره ديال الطار وكذا 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 كما قال لك راه الثمن فين وصل 8 دراهم قال لك فرفعت يلا فين وصل طيب شوفي شريتها جمله وصيفطناها للناس خارج المغرب 18 ريال عباد الله جمله 18 ريال وعند عطار اللي كيبيع ما بين درهم درهم ونص حتى 2 دراهم ماكسيموم وشوفي مني هو هذا كل شيء زين صافي ما كيبان معنا مكالمه يلا بالي هي الاولى انا خويا خدير تو نسمعوا الصوت ديالو وفرحانه ان تبارك الله شباب الرجال كيعيطوني والله خويا خدير السلام عليكم من برشيد السلام ورحمه الله اش اخبارك لاباس عليك واش مبروكه الله يطول عمرك الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك عواشكم بوقه الله يبارك علينا وعليك بالصحه والرزيق ان شاء الله مرحبا الله يبارك فيك الله يطول عمرك عندي واحد القصه طويله مع الاولاد ومع الماء وكلشي واش في تخصص ديال خويا فتح ولا بغيتي موضوع اخر ها واش في بغيتي شي وصفه شي معلومه شي نصيحه ولا بغيتي تدخل في برنامج اخر في ديال الليل اللي كيكون في الليل اوكي دابا في الليل دوز عند المخرج خويا سجل الرقم ديالك ونسقو معك باذن الله دائما نسقو في المكالمات قبل ما ندوزو مباشره لانه ما ماشي اي طيب لا الاعشاب فقرات مواضيع احنا باغيين نضحكوا عيبا طيب مع ديره خويا خادم طيب غادي نكملوا واحد اثنينك للماسكات والاقنعه ديالنا عطيناهم التركيبه كيفاش نقيو الرجلين وبالحجره ديال العطار لهذه اللي زادوا فيها الثمن الله يسامحهم قلنا من وراء الغسيل قلنا كنديروا الحامضه هذاك النص شيطناه قسموه على جوج كنديروا بحال قدمنا بهو شغل العصاره ديال الحامض ونعصروه من هنايا ونقدم الاخر كذلك تيشبعوا مزيان ومن بعد نشفوا ما نخليوش ريحه الماء قلنا ملي كنشفوا ما نخليوش ريحه الماء اش كنبغيو هذاك الشقوق ما بغيناش تعاود يدخل ليها ما يدخل لي بكتيريا من بعد اش كنحاولوا نحاولوا امكن نديروا له واحد الكوش واحد طبقه ترطيبه سونطوفير نسدوا عليها مرطبه ولكن مرطبه تكون شويه وازنه باش ملي تدخل كتعمر لينا ما نلقاوش ما احسن من الشمع الشمع البلدي الشمع ديال ديال النحل. ديال النحل الطبيعي اللي عند النحاله عند مين بعد الاعشاب المشكله ان الناس اللي في البوادي ولا في السواق وداك الشيء مشاو عند الناس كيديروا العسل وداك الشيء راه يلقاو معصرين مكمشين وحاطينها تماك باش ما شراوه راه رخيص وزوين ومناسب ما يغليوش عليهم قلت لك انا السيد شراته مصفي متخيطي مصوب ناضي طريف ب 25 درهم راه كافي يدير ليها ست المرات وست ست حكاك تاع الكريم يصاوب ليها هذاك فيها ست شهور ديال الاستخدام ياخذوا الشمع ياخذوا واحد طريف تقريبا قيمه معلقه ونص كبيره حتى لجوج معالق يديروها في كاسرو الناس تكون صغيره ويزيدوها تقريبا من نقولوا الزيت يبداو بالزيت البلديه مثلا عندهم مثلا بغا يديروا كميه صغيره مثلا هاد اسبوع عاود يديروا كميه اخرى من قدام مش كذا لحساب الاستخدام ما فيها باس غير نعطيهم القياس الا داروا كاس زيت البلديه ويديروا واحد تقريبا ثلاثه معالق كبار حتى اربعه ديال الشمع علاش باش يجي شويه ثقيل حنا الهدف منا مناش هو ان مني غنبداو نعمروا به ديك الشقوق غيدخل لداخل وتفت التعمار حنا غنوصلوا له بالطريقه كيفاش وديروا الطريف ديال الشمع يكون تقريبا وازن يعني قيمه القياس ديال من ثلاثه المعالق كبار حتى اربعه يديروا في كاسرونه يديروا حمام مريم او يديروا قزيره كما قلنا لهم قزيره ديال الحديد فوق من قزيره ديال الالومنيوم ويحطوا ديك الكسيرينه ويديروا ديك الشميعه ويبقى يحركوا بشي قطعه ديال العود ولا شي حاجه حتى يدوب ينصهر كامل اللي يزيدوا الكاس تاع زويته بلديه ديك الساعه بغاو ينكهوا بغاو ينسموا بغاو يزيدوا بغا تفور على راسها بغا تهلا في راسها بغا تزيد شي حوايج اخرى تحفزها عندها شي زويتات في الدار وهاد زيد لاله قد ما زياد خير خيرين كلها زيوت مرطبه كلها فعاله وما كاين ما احسن زيت الاركان ممكن نستعملوه اويلي زيت الاركان راه اللي يعني زيت الاركان راه ولا ماركه مسجله هذاك الطوب دو طوب اويلي شوف زيت الاركان هي اللي كاين شي ديال الماكله نغمضوا علينا ونديروه ديال الجميل هذاك يدير بعينينا مغمضين زيت البلديه راه معروفه هي ملي نقول زيت البلديه ما غنسدوش عليهم كاع البيبان ضروري ديك زيت البيكر كذا ونسبط لا لا زيت البلديه كناكلو في فطرو فيها الصباح يديروها هي زيت جنجلان عصرتوه ثومه او شتو معصر ديروه المهم الهدف عندنا هو نديرو تركيبه فيها الشمع ديال النحل زائد زويته زدنا شي زويتات اخرين ما فيها باس تقدروا تزيدوا زويتات اللي فيهم النكهه فيهم الريحه راه قلنا كاع ديك النعناع ازير خزامه زعتر زعيطره القرفه
الزهر الورد هذوك كلهم كيعطيو ريحه زوينه زائد منسمات زائد كنزيدوا الفعاليه. دابت لنا الشمعه كنخويو هاد الخليط ديال الزيوت او زيت وحده اللي عندنا ونبقاو نحركو حنا باقيين في داك القزيره فوق القزيره او حمام مريم حتى كيدوب حتمي غادي نخويو داك الشمع اللي داب غيعاود يجمع علينا حتى الزيت بارد ونبقاو معاه تعاود كلشي صار ولي كلشي بوتقه وحده ونهزوه ونحطوه ونغطيوه ونخليوه حتى يبرد على خاطره وديك الساعه نجيبو القريعه ديالنا والحكيك تاعنا ولا شي حاجه يكون ديال الزاج معقم مصوب ونهزوا هذيك البركه نبداو نكرطو ونعمرو داك القريعه وحنا كنعمرو في نفس الوقت نضربو مع الارض دكوا باش تحيدوا الفراغات وديك الجيوب الهوائيه نحيدوهم نزيدو نعمرو تنعمروه مزيان نسيت واحد الحاجه يقدروا ديفوا كاضافه هو العكر الفاسي ممكن ملوين زائد مرطيب زائد كيعطي لمعان عرفتي فاش دخلنا في الشفايف في الشفايف من اجل كذا من غير كيزيد اللمعان ويزيد الحموريه الطبيعيه ومرطيب يدخلوا عكر الفاسي راه موجود ملي نقولوا عكر الفاسي ثاني ما يعقلوا ماشيش بعيد عكر الفاسي اللي موجود ما يقلبوش على داك الغالي غالي العادي راه معروف تقول له عكر الفاسي قشره راه موجود عند العطاره عند كذا موجود ياخذوا كميه اللي تكفيهم فهاد الخليط اللي درنا هاد الكميه ديال الكاس مثلا مع هاد 4 حتى 3 معالق ديال الشمع يديروا نص معلقه صغيره ديال العكر الفاسي كافيه راه غتعطي اللون تعطي داك الشيء راه ملي غيذوب ينسهروا بده يهزوا فيه يحركوا ويديروا في القريعه وشو اللون كيخرج رائع يولي الصوب لينا هذا الحكيك هذا ان شاء الله باذن الله غنحطوه في الثلاجه نوليو نديروا منه امتى النهار اللي غدا تجبد ها التركيبه اللي درناها وهذا الخليط كامل بدينا من الحلبه من الحيه الحامض الحشره ديال الرجلين حكينا نقينا تبعنا بالطقس اللي خرجنا هو ديك النص اللي بقى لينا ديال الحامض نقسمو على جوج ونعصرو على القدمين ديالنا مزيان ونشفو ونخليو شي الماء ديك الساعه غتجلس لياتي ومولاتي تجلس لا وتجبد داك الحكيه اللي صوبت فيها هذا الكريم هذا الفازين الطبيعيه وبدا تعمر في ديك الشقوق تعمر تبلوكي تدخل مزيان هدف عندنا حنا هذوك الشق تسد لينا من غير العامل الترطيبي والترويه والتغذيه والتنديه والتلميع بغينا هذوك الشقيقات نسدوهم قد ما سديناهم حنا من برا وعلى حاجه مطهره معقمه ما كاين لا بكتيريا والو للداخل اش كيوقع لينا كبدا الترميم اللحمه كتبدا تطلع عند الشق بدا يتسد غير لاحظوا وكتبدل معلوم معلوم ويلي وحنا عطيناهم طقس شوف حنا قلنا راه هذا الاسبوع كامل وحتى الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله نقدروا مازال عندكم وصفات كثيره وكثيره حنا غنبداو معهم السهله بحال هذه وكتبغوا لي نطلعوا في لاكام تبعوها هذه اللي هي اللي تلفوا كاع وما عرفاتش ولا ما قاريش شي حاجه تصنت على هذه تنوطيها وتقيدها وتبعها هذه صافي وتغمض عينيها ما دير حتى حاجه اخرى شي الا تبعت هذه واحد الشهر شهر ونص ترد عندنا الاخبار والله تتفاجئ القديمه تيوليو ديال لي بيبي ولكن يصبروا معنا الاسبوع الاول يوميا الاسبوع الثاني يوم اي يوم لا الاسبوع اللي موراه جبرت في اسبوع ويمشيو عليه ولكن هذا ما يستنيهمش ذاك النهار اللي بغي يغسلوه ما غيديروا والو شي حاجه وجبد الكريم هذا نيت هذا الفازلين اللي صوبناه ترطب قديماتها بغيت نعطيو طريقة ديال الترطيب هذا الكريم هذا اللي غيسرع عمليه الترطيب ملي تبغي تدخل الفراش تحيدو راه هضرت عليها البارح ولكن بعجاله شنو هو السلوفان تكلس غسلت رجلاتها بصابون ديال الحجره ونشفات ما خلات لها ما لا والو نشفات مزيان ايوا جبد هذا الكريم ديالها تشارجي مزيان وتطبخ مزيان القدمين ديالها وتاخذ السلوفان ما ديرش الرجل كامله ديروا على الدوروا على القدمه وعلى الشوفيه من القدام وعلى القدمين صافي قول علاش بغينا نزمتوا هذيك المنطقه نزيدوا نرطبوا ونخليوا هذوك العناصر تغلغل لينا وتدخل ويشرب الجلده زائد رجليها الا جلست في الفراش ولا ضحكات ولا وقفات ولا مشات ولا جات ما غيعمر والو السلوفان داك الشيء فليكسيبل خدامه مارينا ونقولها يمكن ولا وصل الوقت ولا مازال باقي وصل صافي وصل الوقت قولها ونضل على سلامتكم الله يسلمكم ويجيك شكرا لك خيفتا ربي يخليك وان شاء الله غدا شو مبرمجين ان شاء الله وصفه اخرى تاع القدمين ان شاء الله باذن الله غنبقاو غاديين معاهم هذا الاسبوع هذا وحتى الاسبوع الماجي غنعطيهم كاع الحويجات راه كاين شي مناطق قلنا الحلبه قلنا الحيه قلنا هنا غيلقاوها كاين مناطق اخرى عندهم حاجه اخرى عندهم مثلا السانوج عندهم الرايب البلدي موجود عندهم الحامض موجود مثلا بلاصه اخرى عندهم حويجات اللي يقدروا يخدموا عندهم العسل عندهم راه ان شاء الله باذن الله غنعطيهم وصفات غيعجبوهم زوينين راه حويجات راه فيهم كيتكال والله حتى هادشي كله اللي كنديروا كله كيتكال اي ما فيه وكنديروا امين يعني امين فخليكم معنا ان شاء الله ياك في تواصل دائما مع فقره برنامجكم الاسري لاله فاطمه وصلنا لنهايته حلقتنا ديال اليوم الاربعاء كنت سعيده جدا بقضاء هذه اللحظات معكم مستمعينا الاعزاء شكرا لك خويا فتح بخليك شكرا لك عبد العزيز كرومي شكرا فاطم زهرة شكرا ماريا شكرا لكل زملائي وبطبيعه الحال كنتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه مع باقي برامج اذاعتكم ام اف ام تهلاو في راسكم في امان الله